السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم معانا في قناة بيتي بيتك. النهاردة هنروح مع بعض معرض للسجاد. بصراحة أنا انبهرت جدا لما شفت السجاد وشفت الأسعار بتاعته وشفت الخامات. يعني بمنتهى البساطة لو معاكي 2000 جنيه أو 3000 جنيه تقدري تجيبي سجاد كويس وخامته كويسة وألوانه شيك جدا وألوانه حديثة وتفرشي بيه شقتك. لو عندك سجادة في البيت محتاجة تغيريها متشيليش الهم، ممكن ب300 جنيه أو ب400 جنيه تغيريها بسجاد تركي أو سجاد النساجون الشرقيون بمنتهى البساطة كده من غير ما تشيلي أي هم. في مشايات، في النجيلة الخضراء اللي هي بتتفرش في البلكونات، وكل ده بأسعار كويسة جدا، يعني حاجات أنا كنت بشوفها بره بأسعار أكتر من كده بكتير. فلو أنت عروسة ومعاكي 2000، معاكي 3، معاكي 4، تقدري تروحي وتشتري حاجة كويسة، أسعار كويسة، ألوان جديدة، مقاسات جميلة جدا، وكمان عندهم عروض حلوة جدا على المرايات. أنا رحت المعرض وصورت، وبعد ما صورت ورجعت حسيت إن التصوير ظلم المعرض جدا. المعرض فيه ألوان أحلى من كده بكتير، وفي خامات كمان جميلة جدا يمكن مش باينة في التصوير، بس انتوا لما تروحوا وتشوفوها انا واثقه جدا ان المعرض هيعجبكم. تعالوا نشوفوا مع بعض ايه اللي موجود في المعرض، ويا رب الجوله تعجبكم، يا رب تستفيدوا منها. معرض الاستاذ يوسف شتانه، شارع سينما ليلى. احنا طبعا بنقول ان احنا عاملين عرض، وعرض مكسر الدنيا بالنسبه لعيد الام، فمعلش يعني ممكن المكان لو هو كده على بعضه ولا حاجه، فده من ضغطة الناس ومن ضغطة الشغل، لأن العرض بادئ دلوقتي من أول الشهر، بقاله مدة بادئ يعني. تمام. ففي عندك سجادة، هي سجادة للسابون درجة أولى، متر و60 في 2 متر و30، بتعمل 470 جنيه. 470 470 جنيه. في منها جميع الألوانات، وفي المشايات بتاعتها كمان موجودة. مشايات بتبقى نفس اللون؟ 90% من السجاد موجود المشايات بتاعته نفس اللون. العرض موجود لغايه امتى؟ العرض موجود لغايه عيد الام ان شاء الله. طبعا السجاده 2 في 3، النساجون درجه اولى حضرتك، النساجون التركي. السجاده 2 في 3 مفاجاه، السجاده دي بتعمل 700 جنيه. 700 جنيه 2 في 3؟ 2 في 3. تمام حضرتك. في طبعا هنا برضو حاجه تركي، سجاده متر و60 في 2 متر 20، في موجود جميع الواناتها وموجود المشايات بتاعتها حضرتك، دي بتعمل 400 جنيه. مقاساتها كام؟ متر و60 في 2 متر 20، دي بتعمل 400 جنيه السجاده الواحده. تمام. تمام. في طبعا حضرتك طبعا اللي هي السجاده 2 في 3 بتاعتنا، السجاده بتعمل 600 جنيه. خاماتها ايه دي؟ دي خاماتها تركي حضرتك. تركي. بتعمل 600 جنيه السجاده. 600 جنيه. 600 جنيه. عندي بقى سجاده معمول عليها عرض اللي هو التركي، عليه عرض، عليه خصومات من 30% إلى 40%. تمام. طبعا لو جينا قسم ده من كام؟ من المقاسات المقاسات متر و60 و2 متر 30، حضرتك معمول عليه خصم 30% إلى 40%. 30% إلى 40%. 30% إلى 40% يا فندم. برضه لغايه عيد الام؟ لغايه 21/3 ان شاء الله باذن الله. تمام. طبعا في سجاده ديت، السجاده ديت، وفي السجاد اللي هو حاجه زي كده حضرتك اهو، حاجه زي كده سجاده مفاجاه احنا بنقتحم بيها السوق كله. الاستاذ يوسف كده، دي حضرتك عامله 700 جنيه. هي 700 جنيه موجود جميع اشكالها. امسكي كده الخامه بتاعتها. خامتها جميله وتقيله. ادعي بقى العرايس كلها وادعي الناس كلها عشان تيجي تاخد حاجتها. تمام. قبل نهايه عيد الام. الاتنين في ثلاثه بتاعتها عامله 950 جنيه. تمام. في منها مشايات برضو نفس الاشكال. في منها مشايات برضو قريبه منها جدا. تمام حضرتك. بحيث ان العرايس لما تكون عايزه تطقم. طبعا تطقم زي ما هي عايزه. ده اللي هو العتب. عتب. العتبه دي بتعمل 60 جنيه. 60. عتبه النساجون درجه اولى بتعمل 60 جنيه حضرتك. في عتبه تركي. قال لنا حضرتك جميع الالوان موجوده. عتبه تركي بتعمل 100 جنيه. النساجون برده بتعمل 50 جنيه. تمام. في العتبه الثانيه دي بتعمل 35 جنيه. يعني عندكم جميع الاسعار، كل الالوان. 35 جنيه العتب. تمام. تمام. في عتبه اطفال بتعمل 50 جنيه. في عندي عتبه الحمام. في عتبه الحمام اهي حضرتك، فيهم الحمام ده بيعمل 70 جنيه. كم قطعه؟ ده قطعه 2 3 4 قطع. في جميع الوانات. في بقى طعم الحمام اللي هو لسه نازل جديد ده حضرتك. ده.
ده في غطا للكم... في غطا للقعده كومبينيشن. ده بيعمل 100 جنيه. تمام تمام حضرتك. قلنا ده كام؟ قلنا الموف ده كام؟ 70 جنيه. 70 وده 100. في حضرتك كمان عندي عتبة باب شقه تركي. باب شقه تركي بتعمل 75 جنيه. 75 جنيه. 75 جنيه. وتقيله والله حلوه. لا دي تركي حضرتك درجه اولى. جميل. والسجاد كل الالوان. السجاد اهوت سجاد تركي. هو السجاد الابيض ده اسعاره ايه ومقاساته؟ لا ده عليه خصم حضرتك. ده عليه خصم. انا ما حددتش اسعار. ده عليه خصم. ده بقى للعرايس لو تيجي في اي وقت حتى بعد عيد الام. يعني وفي طبعا عروض في رمضان ان شاء الله باذن الله برده. عروض رمضان ان شاء الله باذن الله. طبعا بالنسبه لقسم المراتب عندي جميع انواع المراتب. دي حضرتك برضو مفاجاه في السعر معمول عليها كميه خصم كبيره. مقاسات وعليها خصومات للعرايس. خصومات وهدايا ان شاء الله باذن الله. تمام. ده حضرتك سجاد الاطفال التركي برضو ده معمول عليه خصم. معمول عليه خصومات. خصومات كام في المية ولا مش محددين كل حاجة؟ من 30 ل40% ان شاء الله. من 30 ل40% 40% ان شاء الله باذن الله. وبعدين حضرتك في حاجة تانية احنا طبعا بنعتذر تاني لان الدنيا على بعضها بسبب طبعا ان الناس يمكن احنا عشان نصور كده اضطرينا نوقف ناس بره. تمام حضرتك لان طبعا في اقبال كبير قوي على المكان عشان خاطر العروض اللي هي شغالة. عندي جميع انواع المشايات. اتفضلي يا استاذة. في جميع انواع المشايات. المشايات طبعا كلها عليها خصومات وعليها اسعار مفاجاه. تمام. جميع انواع المشايات حضرتك موجوده كوليكشن. والسجاد العادي والسجاد اللي هو الظهر الجنس. فين السجاد الظهر الجنس؟ اهو. تمام حضرتك اهو يا فندم. اهو حضرتك اهو حاجات زي كده موجود جميع الوانه. دي ظهرها جنس. دي ظهر جنس. بالمتر؟ المتر بيعمل 70 جنيه. 70 جنيه. دي مفاجأة طبعا. ده السجاد اللي هو الموكيت. ده السجاد اللي هو الكوليكشن. كوليكشن. اسعاره ايه؟ برضه عليه خصومات. خصومات عالية جدا. تمام. يعني الناس هتيجي هتفاجأ بالسعر ان شاء الله في عرض الاستاذ يوسف كشتان. ان شاء الله. تمام حضرتك. دي بقى النجيلة اللي واخد الدنيا في حالها. موجود منها عندي جميع المقاسات مقاس المتر والـ80 وال2 متر. ومفاجأة بقى سعر المتر عامل 55 جنيه. سعر المتر 55 جنيه. 55 جنيه المتر النجيلة. تمام. تمام حضرتك. هنخش بقى جوه كده على قسم المشايات. دي اللي هي السجادة كوليكشن الاثنين في ثلاثة. القطعة الواحدة 440 جنيه. 440. تمام. عندي مشايات 70 في 2. شوف حد. بتعمل 100 جنيه. بقى حضرتك بخش على قسم المشايات. عندي قسم المشايات ده تركي. انا طبعا الدنيا كامله عندي وكده انا ما عنديش نواقص. تمام. يمكن صور الارض نواقص على الارض ان انا شغال. تمام. انا عشان اصور مع حضرتك موقف دخول الناس. تمام. عشان اعرف اعمل مع حضرتك الفيديو ده. انا موقف دخول الناس كلها عشان خاطر نعرف نصور مع حضرتك. ده قسم المشايات التركي وطبعا عليه خصومات عاليه جدا. الوانه جميله وجديده. واي عروسه تيجي تتفضل تشرفنا. تمام. تمام حضرتك. ده قسم المشايات التركي كده حضرتك فيه قسم المشايات. وعندي السرفله. يعني لو في حاجه واخدينها بالمتر بتيجي تسرفل. هنا. بتسرفل عادي. عندي السرفله وكل حاجه. تمام. تمام. مشايات الاطفال. مشايات الاطفال موجوده اهي حضرتك بجميع اشكالاتها وجميع الواناتها. والمقاسات كلها جميله. والمقاسات بتاعتها جميله كلها موجوده وفي الاروال بتاعتها اهي. وبنعتذر للناس تاني لو الدنيا باينه ان هي كركبة. بس على بتكركبه ولا حاجه فاحنا بنقدم اعتذارنا لان احنا طبعا في العرض بقالنا النهارده حوالي اسبوعين. تمام متشكرين جدا. بقالنا اسبوعين دلوقتي كده وربنا يسهل ان شاء الله. والاستاذ يوسف كتانه بالرغم من زياده الاسعار برضه فضل ثابت على موقفه وفضل ثابت ان هو ما يعليش حاجه على حد بالاسعار القديمه. بالاسعار القديمه يعني يمكن هو طبعا ربنا يعلم هو بيبيع ازاي. هو فضل ثابت على اسعاره وثابت على موقفه على الكلمه اللي هو قالها. ربنا يكرمك. برغم ان الموضوع ده يخسره.
لا ان شاء الله مفيش بشاره ولا حاجه. ولغايه هنا اكون قدمت لكم كل اللي عندي النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا، يا رب تكونوا اخدتوا فكره عن الاسعار، عشان حتى الناس اللي مش موجوده في اسكندريه تقدر تشوف الاسعار ومستواها، وتقدر تقارن بالاسعار في المحافظه اللي هم فيها. ولو الجوله عجبتكم واستفدتوا منها يا ريت تدعمونا باللايك والاشتراك وكومنت محفز، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ده 60 ولا 80؟ ده 80 فين؟